هذا التراجع القوي على الدولار، علما انه احتماليه تخفيض المعدل تخفيض الفائده ب 25 نقطه اساس هو برايسد ان ومسعر منذ الاسبوع الماضي وحتى منذ قبل ذلك يعني، وباتت الاحتماليه واضحه. لماذا التغير القوي الان؟ مساء الخير نور، شكرا للاستضافه. بكل تاكيد كل الارقام الاقتصاديه قد تكون هي ضاغط بطريقه غير مباشره على الدولار الامريكي، عندما ننظر الى ما سعرته الاسواق من مخاوف الركود ثم تسعير امكانيه تخفيض اسعار الفائده ب 50 نقطه اساس، وحتى الان الاسواق لا تزال تسعر بامكانيه تخفيض اسعار الفائده لثلاث مرات في هذا العام. بكل تاكيد عندما ننظر الى المعطيات بشكل كامل، خاصه عندما يكون تخفيض اسعار الفائده مقترن بمخاوف الركود الاقتصادي او مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي، يكون الضاغط على الدولار الامريكي سلبا. بكل تاكيد نور، اختلاف كبير جدا عندما يكون تخفيض اسعار الفائده انتصارا على التضخم وليس مخاوف للنمو الاقتصادي. نعم، عندما ننظر مخاوف الديول ماندت التي أشار لها جيرام باول بأن هناك مهمة مزدوجة، استقرار النمو الاقتصادي، التوظيف الكامل، واستقرار الأسعار، وبالتالي ما أشار له جيرام باول في المؤتمر الصحفي الأخير هي مخاوف متواجدة في الأسواق، مما دافع الأسواق للتسعير بأن تخفيض أسعار الفائدة سوف يكون هي سلبا، هي من مخاوف الاقتصادية وليس انتصارا على التضخم من كل النواحي. لذلك أنا أعتقد الضغط قد يستمر في الفترة القادمة طالما الأسواق تسعر بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يفوق ما يشير له الفيدرالي الأمريكي في الدوت بلوت، أو ما يشير له الفيدرالي الأمريكي حتى من نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة. فبالتالي تسعير تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر قد يكون ضاغط مستمر سلبا على الدولار الأمريكي. يعني هل من الممكن القول أنه هذه المستويات بالنسبة لمؤشر بلومبرج للدولار أو حتى للمؤشر الكلاسيكي هي المستويات أو هو النطاق الذي سيتحرك فيه الدولار في هذه المرحلة إذا ما بقيت الأساسيات على حالها؟ ما الذي من الممكن أن يغير هذا النطاق غير كلام جيروم باول؟ لأنه أساسا جيروم باول يعني عودنا في كل المرات السابقة أنه يبقى مبهما في إشاراته حتى تصل أو يصل موعد القرار وموعد الاجتماع. يمكن بكل تأكيد هو راح يكون حتى مبهم في جاكسون هول في مطلع نهاية الأسبوع، لكن الأسواق قد تحتاج إشارة فقط بأن أسواق العمل هي لا تزال لحتى الآن جيدة، النمو الاقتصادي لا يزال جيد. الأسواق قد تحتاج كلمة تهدئ الأسواق في الفترة القادمة. نعم، قد يكون هناك إمكانية مستويات 102 للمؤشر الدولار الاندكس أو الكلاسيكي قد تجاوزها أو قد كسرتها اللي كسرها الدولار الاندكس، لكن ثبات تلك المستويات على ما أعتقد قد تحتاج نبرة بعض الشيء جيدة من جيروم باول تطمئن الأسواق بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة التي تحتسب الأسواق قد يكون وارد، لكن هو انتصارا على التضخم ليس خوفا من النمو الاقتصادي. بكل تأكيد إشارة واحدة من جيروم باول بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة مع نمو اقتصادي جيد مع أسواق عمل لا تزال حتى الآن صحية، قد يكون هناك دفع للدولار إندكس بصورة إيجابية. استمرار حالة عدم اليقين هنا نور بكل تأكيد قد تعطي الأسواق إمكانية تسجيل تداولات عرضية. عندما يكون هناك مخاوف من حالة الركود، مخاوف من أن النمو الاقتصادي السلبي قد يكون في الفترة القادمة، وهو على كل الأحوال هو تسعير في الأسواق ليس حتى الآن أرقام موجودة بالنسبة للأسواق. فعندما يكون هناك تسعير، مخاوف التسعير بكل تأكيد قد تكون هي تداولات عدم اليقين، فبالتالي قد نتجه في الفترة القادمة لتداولات قد تكون تداولات الأخبار، تداولات اللحظة بالنسبة لصدور البيانات الاقتصادية، مما قد يحتاجنا إلى إمكانية وصولنا لأرقام التضخم في الفترة القادمة وأرقام أسواق العمل التي هي لدينا رقم واحد فقط للتضخم لأسواق العمل قبل اجتماع شهر سبتمبر. فبالتالي هي أرقام قد تكون إذا كانت جيدة قد تدفع الدولار الأمريكي لتداولات إيجابية. دولار إندكس مستويات الدعم الجيدة على ما أعتقد هي مستويات 131 لمؤشر الدولار إندكس الكلاسيكي، يحتاج الدولار تداولاته أعلاها مع نبرة جيدة من بالنسبة لجيروم باول. أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في أكويتي، شكرا لك على مشاركتك معنا اليوم في البرنامج.